خلينا ناخذ رايكم قبل في كل شيء. هذه معناها اشاك فوا تصير قضيه كي من هكا ايقافات بون قالوا تحليل سلبي والبارح صارت معناها في المحكمه حبوا يعاودوا التحليل. تعرف التحليل في تونس بعد ساعات يتشري دونك ظهر لي شك شكت المحكمه في التحليل لكن بعد عدم سماع دعوه منعرفش هو تسيب ولا ما عنديش فكره الحق خاطر امبارح في الليل تعرف بعد ساعات المحكمه راهو نجموا يسيبوا في الليل المخر لكن اداريين يقعدوا يستناوا الصباح. هنا معناه كان فريمون كما قال المحامي عدم سماع الدعوه باش تقعد حكاية الكوكا تبع نور شيبة حياته كاملة يعني حتى كان بريء جدا ولا ما ولا بتعرف بعد ساعات واحد صاحبه يبدأ بحذية في الدار مازال ما عنديش لي ديتاي باش نحكم لكن فما حاجات كيما هكا يلزمنا نردوا بين يلزم القضاء يردوا باله في الإيقاف في 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 البيانات اللي هبط خاطر نحن هبط معناها سمعنا بالقضية وقلي هبط بيان رسمي من المحكمه تم ايقاف فنان وحطوا ليزينيسيال نتاعو البارح برئتوا المحكمه ومالغريلي على الفيسبوك نتذكروا صارت محاكمه شعبيه لنور شيبة مش هو برك لاعب دول اللي سابق زاد خرج البارح في نفس القضيه وقررت المحكمه السجن 6 أشهر في حق فنانه معروفه ولد حارس دولي سابق نجيب نيفا على السؤال اللي طرح نفسه هل ترى فما محجوز ولا ما فماش وهي جن حتى والجنح القضية معتها مشت في الاستهلاك ما عادش في الترويج لهنا ترويج 20 فما محجوز ولا ما فماش فهمني وإعادة الاختبار النيابة العمومية البارحة طلبت إعادة الاختبار بعد المدة الإيقاف هذه كل فرضية مشاو في عدل الاختبار مش يلقاو التحليل ولا ماهوش مش يلقاو لهنا نقطة استفهام على القضاء نقطة استفهام على القضاء انت من الاول يلزم زاد حكم التحقيق راهو من المنبر هذا يلزم كي يجي يعطي يصح في بطاقة الايداع يعرف شنو معناتها حرية الانسان يعرف شنو معناتها الحرية وسمعته وسمعته هي مشكلة فهمها مش سهلة بصح بطاقة الايداع ومن بعد يا اخو عدم سماع الدعوة اي خلينا نفهموا من الاول السيد قاضي التحقيق عمل بطاقة الايداع غلط او المحكمة البارح وجنح بعد ما جنح المحكمة البارح عدم سماع الدعوة هل خذ هذه الكل وتو نور شيبة باش يبقى شبهة تونس الكل اليوم تحكي اللي فما خزعبلات صارت مش عدم سماع الدعوة تحب الحقيقة ولا كان نشوف التعليقات في السوشيال ميديا فهمني كلها تقول شراء تحليل شراء تحليل كنوا واضحين أبار التحليل وش ما بين النصرة أبار التحليل عملت برشا حس عملت برشا حس كيك خرجت مش بعد في الأخير هو معروف أبار التحليل نضال لأنه التحليل هي جنح معناتها نجم يروح لأنه ما عادش تو حتى التحليل المصغ ما عادش عمو فيسبا كيما قبل تبدل القانون لا كوكا هذه راهي لا لا تبدل نفس الواحد كيما الزطل لا مش كيما الكوكا كيما الزطل كيما الزطل اجتهاد القاضي حكم هذه كيما الزطل كيف كيف ما عندناش معناتها الكوكا اكثر حكم اذا كانك الزطل. اول مره اذا كانك اول مره الفصل 53 من مجله الاجراءات الجزائيه تبدل اللي هي تقريبا الوعد الانتخابي الوحيد تاع رجل سياسي هذا في الاستهلاك ولا في الترويج؟ لا في الاستهلاك لا الترويج كيما هو راه جوست تكمل لكلامك بتيت الناس كل مش متمكنه كي يقولوا تجنحت معناه خفت القضيه معناه كانت في الجنائي ولات في كنت في الترويج ولات في الاستهلاك